بالفعل تصريحات مهمة صدرت عن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أكد خلالها على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمحاصرة مستشفيات الشمال ويرتكب العديد من المجازر الدموية بحق المواطنين وبحق النازحين في مراكز الإيواء وفي الأحياء السكنية، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 600 يعني مواطن قد استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الذي قد يعني ندخل يومه 17 على التوالي. هناك مجازر وعمليات إبادة ترتكب ليس فقط على صعيد النازحين الذين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على الخروج من منطقة شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة. كانت هذه الطريق الوحيدة أمام المواطنين وهي المرور من منطقة جباليا البلد. كانت هناك عمليات استهداف لعدد من النازحين الذين قد خرجوا من مناطق الشمال بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتفتيشهم وإجراء عمليات التحقيق معهم بفتح الطرق، وكان أقصاها عمليات الضرب كما أفادنا أحد شهود عيان من الذين قد تعرضوا للضرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة لذلك كان هناك استهداف عدد من منازل المواطنين في شمال قطاع غزة في عدة مناطق متفرقة، كان منها منطقة الفلوجة ومنطقة التوبة ومنطقة الزعتر. هذه الاستهدافات يعني خلفت عدد من توبة ومنطقة الزعتر، هذه الاستهدافات يعني خلفت عدد من الشهداء وعدد من الإصابات، كما بالإضافة إلى ذلك كان هناك ارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدارس الفوقة في محيط بركة أبو راشد. هذه الاستهدافات جاءت بعد أن قام الجيش بتهديد المواطنين والنازحين في داخل هذه المدارس، وهي التي قد تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حيث قام باستهدافهم بعدد من قذائف المدفعية، وأدى ذلك إلى ارتقاء أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من المصابين في داخل هذه المدارس. كانوا وما زالوا ملقون على هذه الأرض. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والدفاع المدني بالتوجه إلى هذه المنطقة باعتبارها منطقة خطيرة ولن يمنع الدخول فيها. نتحدث عن عمليات استهداف أيضا لعدد من منازل المواطنين ولتجمعات للمواطنين في منطقة جبالية البلد. هذه الاستهدافات أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف في منطقة التوبة شمال قطاع غزة منزلا لعائلة الدقس. هذا المنزل الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وتم استهداف المنزل فوق رؤوس ساكنيه، حيث توجهت عدد من سيارات الإسعاف والطوارئ وأيضا أجهزة الدفاع المدني، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهدافهم بثلاث صواريخ على الأقل من طائرات الاستطلاع، وذلك من أجل تهديد الطواقم التي ما زالت تعمل بالحد الأدنى وفق إمكانيات أقل ما يمكن وصفها بالبسيطة. الاحتلال الإسرائيلي يشدد من عملية التوغل ويزيد من مساحة التوغل البري في مناطق سكنية، كان من بينها منطقة شرق مخيم جباليا ومنطقة محيط حي الشيخ زايد، حيث تتمركز الآليات الإسرائيلية في منطقة قليبو. هذه المنطقة التي تشهد عمليات تجريف وعمليات حرق لمنازل المواطنين وعمليات يعني حرق أيضا لمراكز الإيواء، التي قام الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين بإخراج النازحين الذين كانوا يتواجدون في داخل هذه المراكز. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ورود لإشارة